قال يسوع: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. كلمات جميلة جدا. أحبائي، الوداعة هي نقيض للبر الذاتي. إنه الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. إنها بركة داخلية. هي الوداعة. الوداعة هي القوة تحت السيطرة. اليونانيون قديما نفس الكلمة استخدمت لوصف طبعا حصان مروض. فالوديع هو المفترس اللي صار أليف، أو المتوحش اللي استأنسوا. وطبعا منشوف هاي الصورة عن شاول الطرسوسي، مكتوب عنه كان شاول ينفث تهددا وقتلا، يعني كان النفس تبعه فيه تهديد وقتل، بعبر عن طبعه الغير مروض. لكن عندما اختبر يسوع المسيح تغيرت حياته إلى الوداعة وإلى التواضع أيضاً.